كل معلومتك كابتن على شيء ثاني. كنت بالمنتخب الوطني بس بديل، بس انا هداف الدوري الاردني، جاني عرض من الوحده الاماراتي، صارت مشكله، يقول لك هذا ما موجود بالمنتخب ما جاي يلعب. خلوا لجنه تتابعني كل مبارياتي بالدوري الاردني. فعلا؟ بعد ما انتهى الدوري اقتنعوا ووقعت بالوحده الاماراتي. احنا بالعكس، الامين السر مال النادي يريد يقلب الفيديوهات مالته، والرئيس يريد يشوف جسمه، يعني هي مشكله مشكله. المفروض اليوم شنو اليه التعاقد مع اللاعب المحترف في العراق؟ اليوتيوب؟ اي بس مو يقول لك هسه مدربين طلعوا وقال انا اريد تلاعب دزول يا اخو. ايه المفروض اكو لجنه اليوم بالنادي هي تجي، هم اللي يحاسبون الدوري. من يجي الدوري وتعاقدون مع لاعبين، تعال انت لجنه مختاريك تختار لاعبين المحترفين، وهاي لاعبيك المحترفين اللي جبتهم. طيب اذا